أفاد مصدر أمني أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس أحالت على النيابة العامة المختصة زوال أول أمس الخميس 11 يونيو الجاري 4 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون والتشهير وتحقير مقرر قضائي والسب والشتم وبث صور لأشخاص بدون موافقتهم. ويضيف المصدر ذاته أن مصالح الأمن بمدينة مكناس كانت قد توصلت بالعديد من الشكايات في مواجهة المشتبه فيه الرئيسي يوسف الزروالي الذي يقدم نفسه فاعلا جمعويا بأوروبا والتي يتهمه فيها الضحايا باستغلال وضعيتهم الاجتماعية الهشة بدعوى جمع التبرعات المالية والعينية باسمهم قبل أن يعمد إلى الاستحواذ عليها وتسليمهم عائدات مالية بسيطة منها فقط، وذلك بمشاركة وعلم والدته التي تم تقديمها هي الأخرى أمام العدالة. وقد شمل البحث التمهيدي في هذه النازلة شخصين آخرين، وذلك للاشتباه في تورطهما في نشر محتويات رقمية تتضمن عبارات السب والشتم والتشهير في مواجهة المتورط الرئيسي ووالدته. وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمكناس حالة المشتبه فيهم على قاضي التحقيق بنفس الهيئة القضائية ملتمسة فتح تحقيق إعدادي في مواجهتهم، والذي قرر إيداع 3 من المشتبه فيهم منهم يوسف الزروالي بالسجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما أخضع والدة المشتبه فيه الرئيسي لتدبير المراقبة القضائية.